العبارة والكلمات التي ألقيت كلها تندد وتستنكر هذه الأعمال والممارسات اللاإنسانية التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، خاصة في تأسيسه وبناء لمنشآت نووية ذات طابع عسكري، وهو يحاول أن يخفيها على المؤسسات والمنظمات الدولية اللي بها اللي معنية بهذا الشأن. جيد، ما هي الرسالة اللي تريدون توصلونها للحكومة الإيرانية في طهران من خلال هذه المظاهرة ومن خلال دعوة التنظيمات من الشعوب المضطهدة في إيران؟ هي حقيقة الرسالة اللي نريد أن نوجهها للنظام نفسه وللعالم بأجمع، أنه الشعوب الإيرانية ومنها شعبنا العربي الأهوازي يرفض كافة السياسات التي تمارس من قبل نظام جمهورية ولاية الفقيه، ونستنكر وندين كل هذه الممارسات والأعمال اللا إنسانية، وأخيرا حكم محاكم الجور والظلامية في إيران التي صدرت أحكام قاسية ضد الكاتب والإعلامي المعروف الأستاذ يوسف عزيزي، وهي تهم واهية وخالية عن الصحة موجهة لهذا الكاتب المعروف، وهو بريء كل البراءة عن التهم التي وجهت إليه ولا تستحق. وكل ما قام به الأستاذ يوسف عزيزي أبان انتفاضة 15 أبريل 2005 التي قام بها شعبنا العربي الأهوازي في إقليمنا العربي، هو مجموعة مقابلات قام بها صحفية ومع إذاعات ومع صحافة، وطلب من النظام الإيراني أن لا يمارس القمع ضد المتظاهرين، وطلب من منظمات حقوق الإنسان أن تتدخل وتضغط على إيران أن لا يقوم بالقتل والتدمير ضد أبناء الشعب العربي الأهوازي. كل ما قام به الأستاذ يوسف عزيزي في هذا المجال وأكثر من هذا ما اتطرق لأي شيء اللي يستحق هذا العقاب أو هذا الحكم الصادر الجائر من قبل محكمة الثورة الإسلامية في إيران. شكرا مشاهدينا الأعزاء، بهذا نشكر الأخ عدنان سلمان العضو القيادي في حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، شكرا لك. شكرا لك. Don't wait, Ahmadinejad! Don't wait, Ahmadinejad! Don't wait, Ahmadinejad!